Understand? My teacher tells me real beauty is on the inside. That's just something ugly people say. يلي كان لقيت بغرز القيم والمبادئ فيك وانت صغير ما ركزوا على شيء قد ما ركزوا على انهم يخلوك تبعد عن الكذب كيلومترات الدنيا كلها. علموك انه ما بصير تكذب تحت اي ظرف كان لانه الكذب شيء كتير غلط وانت صدقت كلامهم ومشيت وراه لحتى تصير انسان كويس وترضي المجتمع. ظنن منك انه فعلا الناس الكويسين ما بيكذبوا، ولكن كبرت وشفت نفس الناس يلي انت كنت اخذهم قدوه الك عم بيكذبوا، فرحت تقول لهم كيف عم تكذبوا؟ مو انتم يلي علمتوني اني ما اكذب؟ فبكل برود بيردوا عليك بيقولوا لك حبيبي هي كذبه بيضة. الكذب كذب، كذبه بيضة، كذبه سودا، كذبه صفراء، في الاخر اسمها كذبه، وكل الناس يلي حواليك بيكذبوا، بس الفرق انه في انسان ما بيعرف كيف يكذب ومشان هيك الكل بيعرف انه كذاب، وانسان بيعرف كتير كويس كيف يكذب، وبالتالي ما حدا بيعرف انه عم بيكذب. ما هو الكذبه يلي بتتصدى من قبل الكل ما بيعود اسمها كذبة، بصير اسمها حقيقة، والكذبة مثلها مثل أي مهارة اجتماعية، بس يلي بيميزها عنهم إنه سمعتها سيئة. أنت ما بدك تصير كذاب 24/7، يعني لو عم تشرب قهوة ورفيقك سألك شو عم تشرب، ما رح تقول له شاي، إلا لو أنت بتستمتع بالكذب هذا شيء تاني، غير هيك، الكذب هو سلاح يتم استخدامه للوصول إلى غاية، والغاية هاي بتجي بصورتين مالهم تالت، إما الوصول إلى مصلحة أو هروب من عقاب. وصول إلى مصلحة مثل لو إنك بدك تستعير لابتوب رفيقك مشان تتسلى عليه، تقول له في مشروع مكلف فيه من الجامعة لو ما عملته رح أرسب. هروب من عقاب مثل لو إنك وصلت متأخر على الشغل تقول لمديرك إنه أبوك جده غيبوبة سكر، وأنت أبوك ميت أصلاً. قبل ما نفوت بصلب الموضوع لازم تعرف شيء لحتى تتجنبه. لما الانسان هو عم بيكذب يحس انه صار تحت الرادار رح يكون مايل لانه يبرر نفسه ويزيد في الحكي، معتقدا انه باضافه دلائل جدد على الساحه رح يخلي اللي قدامه يشتري الكذب تبعه، بس الحقيقه ما بتكون هيك. قصة حقيقية مع تغيير الأسامي. عصام وعبد الله اتنين رفقة، فمرة عصام اتصل بعبد الله وقال له تعال ننزل، فعبد الله قال له مش عارف أقابلك النهاردة علشان جدي عيان ولازم أروح أبات معاه، بس الحقيقة عبد الله نزل مع رفقاته التانيين بهداك اليوم، لا جده مرضان ولا شيء. وباليوم التاني لما نزل مع عصام وهن عم بيتمشوا في آخر اليوم تبعهم، عبد الله قال ياه يا عصام تعرف إن امبارح كان أحلى يوم في حياتي كلها؟ فعصام بس نظرة استغراب لعبد الله وقال له مش فاهم ايه الحلو فشخ في انك تبات عند جدك يعني. فعبد الله حس كانه في كهرباء لسعته وقال لا لا اصل عمامي كانوا هناك فتلمينا كلنا وتوسطنا سوا يعني انت عارف. فعصام هو بصص له ما بداش اي رد فعل وضل ساكت. فعبد الله ترجم سلوكه هذا على انه ما صدقه، فراح يزود بالثرثره وقال ده حتى اولاد عمي كانوا هناك وكلنا ولعبنا بلاي ستيشن سوا، مش احلى احلى يوم يعني، بس كان يوم جامد كده من الاخر. فلما رجع عصام على البيت عمل تحرياته وتاكد انه بالفعل عبد الله ما كان عن جده باليوم اللي فات. معرفتك انت بهذا الشيء لازم تعلمك انك تقول كمية الكلام المطلوبة وبس. انت بتحس بالحاجة لانك تعطي ادلة وتحكي وتزود بالكلمات، بس صدقني هذا كله رح ينقلب عليك. اكتفي بردك على سؤاله بس، اي كلمة زيادة رح يتم استخدامها ضدك. هلا بنقدر نفوت جوا صلب الموضوع. لو انت مفكر يلي بيفرق الكاذب المحترف عن الكاذب الغبي شوية تركات لغة جسد وكاريزما بتكون متأثر بسبيس تون كتير اخر فترة. خدمني ولا تخدم غيري. العمل الوحيد يلي رح يخلي الناس تآمن بكل حرف بيطلع من تمك وهن مغمضين عيونهم هي سمعتك. لازم تفهم انه البشر بيحكموا على تصرفات الناس طبقا لصور موجوده براسهم بشكل مسبق. شو يعني هالحكي؟ يعني على سبيل المثال لو شاب عدى من جنب بنت بشعه وما طلعت فيه راح اقول عليها خجلانه، بس لو عدى من جنب بنت حلوه وكمان ما طلعت فيه راح اقول عليها متكبره. يعني انت ممكن ينعرض قدامك نفس التصرف ولكن لانه من شخصين مختلفين رد فعلك راح يكون مختلف في كل سيناريو. الحلو بقى انه ما في شيء ممكن ياثر على صوره شخص بذهن حدا قد سمعت هذا الشخص. افترض انك على موعد مع رفيقك ورفيقك تاخر عن الميعاد، ولما اجى قال لك معلش يا اسطى الطريق كان زحمه رح تكذبه، بس اذا كنت موعد شيخ وقال لك نفس العذر مستحيل فكره انه عم بيكذب عليك تعدي على ذهنك اصلا، لانه سمعت الصدق والنبل سابقته بشوارع. انا ما رح اتعامل معك على انك انسان عادي سمعتك عاديه، انا رح اتعامل معك على انك انسان سمعتك كتير سيئه. معروف عنك انك كذاب ومحاوراتي وبتعبد الاتنشن عباده. لحتى تتحول من هالانسان لانسان سمعته ريحه نظيفه ففي شغل لازم تبذله، وهذا الشغل رح يتم صرفه في بيئتين، بيئة جديدة ما حدا بيعرفك فيها وبيئة الكل بيعرفك فيها. البيئة الجديدة، لحسن حظك مالك مضطر تعتكف في المساجد لحتى تعرف الناس الجدد في حياتك انك انسان صادق وما بيكذب. لما تروح مكان جديد فانت بالنسبة للناس يلي قدامك صندوق فاضي، احكام الناس عليك هي اللي رح تملاه، والناس رح يحكموا عليك وفقا للي رح يشوفوه منك، يعني بين قوسين تصرفاتك. دورك انت بقى تتصرف بشكل ذكي لحتى تتلاعب بالحكم يلي رح يطلقوه عليك. كيف بقى ممكن تعمل هذا الشيء؟ كلنا عارفين انه الانطباع الاول لك لشخص رح يكون العيون يلي رح يشوفك فيها
لفترة مش قليلة، فأنت رح تستغل هذا الشيء لحتى تزرع إيحاء بذهن يلي قدامك يشتغل لصالحك. ركز على الكلام يلي جاي كتير كويس. البشر بيميلوا لأنهم يصدقوا الشيء يلي هنن بيستنجوه عنك أكتر بكتير من الشيء يلي رح يسمعوه منك. يعني لو أنت قاعد بكافيه ودخل شخص وإجا لعندك وقال لك أنا مشهور، على الأغلب ما رح تصدقه، بس لو لقيته دخل الكافيه من هون والناس قاموا من طاولاتهم لحتى يتصوروا معه من هون، ساعتها رح تحلف إنه مشهور. فأنت لازم بمقابلتك الأولى مع شخص تتصرف بشكل هذا الشخص يستنتج من خلاله أنك إنسان صريح ويلي بذهنك حاضر على لسانك. مثال حقيقي مع تغيير الأسامي، رامي طالب طب بشري ودنيا صيف، يعني ما في وراه شيء، فقرر إنه يشتغل، فقدم على شركة فودافون لحتى يشتغل بقسم الكول سنتر. فمن ضمن أسئلة الانترفيو يلي منا كانت عم تسأله إياها، ليه اخترت تخش كلية الطب البشري يا رامي؟ فجوابه كان تلقائي وسريع وقال علشان الفلوس والمكانة الاجتماعية. فمنا استغربت، أصل عمرك ما تسأل السؤال ده لطالب طب إلا وبيقول لك علشان أعمل خير، علشان أساعد الفقراء، علشان أبتكر علاجات. فقالت له هي عم تضحك، مش علشان تساعد الناس يعني؟ فضحك وقال له مش مشكلة وماله، بس الدنيا ما تمن الكشف الأول. فمنا قالت له واو أنت إنسان صريح كتير. فرامي ابتسم نص ابتسامة وهز بكتافه وقال له شكرا. لحتى تخلي اللي قدامك يستنتج انك صادق، عطيه تصريح جريء ما انه متعود يسمعه كل يوم. تصريح يشيل كل الهالات الدفاعية عنك ويبينك بهيئة مختلفة، هيئة غير مكترثة للحكم يلي رح يتم اطلاقه عليك، فرح تبان انسان عفوي ما عندك شي تخبيه. مثال تاني لحتى تفهمني، بنت تعرفت على الشاب وسألته هو انت دخلت كم علاقة في حياتك، وهذا الشاب ما فات ولا علاقة بحياته. اوكي، الاجابات الشائعة رح تكون من قبيل هي والله ما فاكر يا بنت انا ما بعدش، او يقول الرقم الحقيقي ويلحقه بتبرير انه اصلا انا مركز في شغلي وفي حياتي. بس ما حدا رح يقول ما فتت بعلاقه قبل هيك، ولما ينسال ليش يقول لانه ما في ولا وحده عبرتني. بعمرك ما رح تلاقي شاب عطى هيك تصريح لبنت خوفا من انه لو عمل هيك رح تطلق عليه حكم انه مثير للشفقه وبائس. شخص اشتغل في شركه لفتره وتركها وقدم على شركه تانية، ففي الانترفيو انسال ليش تركت شغلك القديم، الاجابات رح تكون شبه ما كنتش مرتاح هناك، الشغل كان بعيد عن البيت. بس ما رح تلاقي حدا قال علشان اترفضت. طبعا كلا المثالين ما رح تعطي هيك تصريح إلا بشروط لازم تكون متواجدة، بس هذا مو موضوعنا. أنا بس عم بعطيك أمثلة لحتى تعرف شو يعني تصريح بعد ما تقوله تنشال كل الهالات الدفاعية عنك، وبالتالي تبان شخص غير مكترث بالحكم يلي رح يتم إطلاقه عليك. حقيقي أنت مش محتاج كتير مشان تبني سمعة حلوة ببيئة جديدة ما حدا بيعرفك فيها. الوقت والتخطيط تتركه للبيئة يلي أنت معروف فيها. ولكن خلينا أقول كلمتي الأخيرة هون، كن ودود مع زمايلك وقد ما فيك ورجيهم إنك إنسان على طبيعتك وتصرفاتك كلها عفوية، واستخدم تكنيك كرامي اللي استخدمه مع منا مع كل شخص جديد بتقابله لحتى ياخد عنك انطباع انك غير مكترث لروتين الحياة وما عندك شي تخبيه. وطبعا لو في المكان في انشطة بتسمح لك انك تساعد الناس وتكرس وقت وجهد لخدمتهم، فلا تتردد على الانضمام لهم، رح تاخد نقط اضافية. البيئة المألوفة، نحن اتفقنا انك معروف عنك الكذب، فهدم سمعة وبناء اخرى معاكسة منو كلام سهل، في لعبة طويلة لازم تلعبها ورح نقسمها سوا لاربع خطوات. الخطوة الاولى اخلق دراما عملاقة، والدراما هاي بتجي بصورتين، اما صدمة تمثل انك تعرضت لها في حياتك وتتبع بفترة اختفاء اسبوعين زمن، او نوع من العمل البطولي اللي بيسبقوا فترة اختفاء ما تقل عن شهرين. واحدة واحدة، لانه الحكي هون بدهب، انت رح تختفي عن الناس رح تختفي عن الناس، ولكن يا اما رح تبدأ بالاختفاء لحتى صورة الناس عنك وعن سمعتك تتلاشى شوي، وبعدها ترجع بفيلم انت بطله، وبهالحالة رح تختفي مو اقل من شهرين، يا اما رح تخلي الاختفاء تاني عنصر بعد ما تمثل انك تعرضت لصدمة حادة، وبهالحالة مالك محتاج انك تغيب اكثر من اسبوعين. طب شوف فايدة العمل البطولي والصدمة، لو نمت وصحيت تاني يوم رحت للبيئة المستهدفة بسلوك جديد رح يحس انه في شي غلط وانك ما عم تتصرف على طبيعتك وعم بتنافق. بس لو مثلت انك تعرضت لصدمة شديدة مثل وفاة امك او ابوك وغبت ورجعت لهم شخص جديد، رح يعرفوا انه صدمة مثل هاي عادي جدا تخلف اثر يغير سلوكك كله. مشان هيك عم بقولك مانك محتاج تختفي اكتر من اسبوعين بهالحالة، انما العمل البطولي لازم تختفي قبله وتكون المدة كبيرة. واول ما ترجع وتعمل العمل البطولي الناس مو بس رح يغفروا للماضي تبعك وسمعتك السيئة، الناس رح يكونوا اكثر اقبالا لتصديق السمعة الجديدة يلي رح تبلش تبنيها بالخطوات يلي بعد هيك. قصة حقيقية مع تغيير الاسامي، عادل بسنة تالتة جامعة ومشهور بين دفعته انه كاريزما ماشي على رجلين، لغاية ما طلع عليه صيت انه بيصاحب الناس لحتى يساعدوه بالدراسة فقط، لدرجة انه الناس ابتدت تبعد عنه وما بقى حدا يرضى يساعده. عادل انشغل بالبزنس يلي بيديره جنب دراسته واضطر انه يختفي على الانظار لفترة. بنفس هاي الفترة في طالب من دفعته دخل على مكتب رئيس قسم مادة ووصله كلام اتقال عليه من ورا ظهره، وبطريقة او باخرى ناس من الدفع عرفوا السيناريو يلي صار وصاروا يلقحوا بالكلام على طالب اسمه محمود لمجرد انه معروف عنه انه بيقعد مع هذا الدكتور كتير. والموضوع قلب لتنمر على محمود واثر كتير على نفسيته، صار يحس انه وجوده غير مرغوب بين زملائه. وفي صباح يوم بعد ما خلصت محاضرة عادية والدكتور تبع مشي من القاعة،
إذ بيعادل يظهر بعد اختفاء ويمسك الميكروفون قدام أكتر من 300 طالب بكل ثقة نفس ويدافع عن محمود ويقول على فكرة اللي انتوا بتعملوه ده غلط، انتوا كلكم اتهمتوا زميلنا على انه هو اللي وصل الكلام للدكتور وانتوا ما عندكوش أي دليل. ينفع كده؟ ينفع تحملوا نتيجة غلط حد تاني هو ملوش أي ذنب؟ وبعدين يا سيدي خلينا نفترض انه هو اللي عمل كده، مش هو إنسان والإنسان بيغلط؟ ليه تحسسوه بكمية الكره والنبذ دي كلها؟ يا اخوانا ما حدش يستاهل المعاملة دي، وعلى فكرة أي حد مننا ممكن يبقى مكانه في المستقبل، وما ظنش هنبقى حابين رد فعل الناس اللي حوالينا ساعتها يبقى زي رد فعلنا دلوقتي ناحيته. وترك المايك وطلع بره القاعة من غير ما يقول كلمة واحدة زيادة، وما في نص ساعة زمن وإلا الناس كلها نزلت بوستات على جروب الدفع بدون صوت لصوت عادل ويدافعوا عن محمود، وعادل تحول لبطل حقيقي بعيون الكل، لأنه الكل حط حاله مكان محمود وشاف عادل كيف عم بيدافع عنه قدام الكل بالرغم من إنه ما راح يجي أي عائد من هذا الشيء. الخطوة الثانية، ابدأ ببناء سمعة الصدق والنزاهة. سواء اتبعت طريق الصدمة أو البطولة فأنت حاليا مسحت كل ما يمكن مسحه من سمعتك السابقة. أول شيء بدك تعمله هو أنك تلزق بأكتر ناس مشهورين بسمعة الخير وتتأكد أنك عم تنشاف وانت معهم، عمل نفس الأنشطة اللي هن عم يعملوها وساعد الناس معهم وتصور معهم وكل معهم ولك شخ معهم إذا لازم الأمر لبين ما تصير واحد منهم. الناس لما رح تشوفك معهم 24 ساعة رح يربطوك معهم بنفس الصورة اللي حاطينهم فيها. يعني أنت لو عارف شلة سرسجية بيقعدوا على ناصية شراكة وفي مرة لقيت واحد غريب واقف معاهم هتعرف انه سرسجي زيهم، اكيد مش شيخ واقف معهم يعني. فنفس الفكره ضل عم تعمل كل شي معهم لبين ما تكون شيدت اساس السمعه الخيره. الخطوه الثالثه، كبر حجم سمعتك. ورح تقدر تعمل هذا الشيء عن طريق انك تستقل عن الشلة يلي انت التفيت عليهم وتضل عم بتساعد الناس ولكن على طريقتك الخاصة. يعني لو معهم كنتوا تكتبوا ملخصات ورا الدكاترة وتوزعوها على الناس لحالك، عمل فيديوهات وشرح لهم المحاضرات بشكل مختصر، او صور ورق انت شاريه مصاري ووزعه عليهم ببلاش. المهم تستقل وتفضل متداري ورا لبس النبل والخير والناس تضل مصدق انك عم تعمل هالشيء وانت مالك مستني مقابل من غير ما حدا يعرف غرضك الحقيقي. الخطوة الرابعة، احمي سمعتك باي ثمن. لهون انت بتكون قطعت شوط طويل وسمعتك صارت مسمعة انحاء بيئتك كلها، بس رح يكون في فيروسات بحياتك تاركين كل شي وراهن وكل همهم انهم يوقعوك ويبينوك بصورة بشعة. مشان نبقى على نور، هن ما رح يطلع بايدهم يعملوا شي غير انهم ينتقدوك ويطلقوا عليك اشاعات. بس السؤال بقى، شو المفروض انت تعمل لحتى تصد هجماتهم؟ الاجابة ولا شي، حرفيا ولا اي شيء. اوعك ثم اوعك ترد عليهم وتحاول تثبت العكس وتقول كلام على وزن لا انا لا يمكن ان انا اعمل كده، وانا انسان عندي مبادئ وانا انسان متربي، وانا لو كنت كده فعلا ما كنتش هساعد الناس. كل يلي عليك فعله هو انك تكمل الشغل يلي عم بتساويه وتستمتع بمنظر الناس يلي انت ضحك عليهم وهن عم بيدافعوا عنك ويحموك ولا كانهم غلط فيهم هن شخصيا. انتباهك حقه مصاري فلازم توجهه على نفسك بس، لانه ما في حدا رح يوقعك الا رجليك، حرفيا ما في شيء رح يوقعك الا لو انت كشفت كذبك بإيدك. وأغلب الأوقات الكذب يلي بينكشف بيكون له علاقة بالتزامن، لذلك حط الثلاث نقط يلي جايين حلق في أدانيك وين ما رحت. واحد، لازم تعمل مذكرة تكتب فيها كل كذبة بتقولها بجميع تفاصيلها، وأول هاي التفاصيل الوقت والتاريخ، وتقرأ المذكرة هاي مرة واحدة كل يوم على الأقل، ويا حبذا أنك تتخيل هالسيناريوهات كذا مرة لحتى جهازك العصبي ياخذ عليهم. فبهالحالة لو حدا حاب يتزاكى عليك ويسألك عن شيء بعد فترة الموضوع صار واقع وحقيقة بالنسبة لك وجوابك رح يكون جاهز. اثنين، لازم توحد كذبك للكل. يعني اذا كنت قاعد عم تلعب ورفيقك اتصل فيك وقال لك وينك وانت قلت له برا مع رفقاتي، لو خالتك اتصلت الا نفس الكلام، مع انه شو احتمال انه خالتك تقابل رفيقك وهي تصير بالذات تنفتح حرفيا 0%، ولكن لحتى ما تنمسك فلازم تاخذ الموضوع لدرجه مريضه. طول ما انت ماشي في المرض فتاكد انت في امان. ثلاثه، كون واقعي ولا تأفور، خصوصا لما تحكي قصص ما صارت اصلا. يعني لو بدك تتفشخر بين رفقاتك بانك اتخانقت مع ثلاثه وضربتهم لحالك، قلل العدد لاثنين بس، او قول ثلاثه مراهقين، او يا اخي اتخانقت مع ثلاثه بس اول ما واحد منهم مسك مطوه طلعت صوت واجري. يعني سرب بالنص معلومه تقلل شوي من جمدانك. باتباعك كل شيء قلت لك عليه واستمرارك بحمايه سمعتك ما حدا رح يكذب حرف لما يعرف انه هذا الحرف طلع من تمك، ورح تحصل على كل شيء بدك اياه من الناس باقل مجهود يذكر. بس بدي اقول لك شيء اخير، اتذكر انه المده الطويله يلي انت تعبت وشقيت لحتى تبني فيها سمعة النزاهة تصرف خاطئ واحد كفيل بانه يسحق سحق. فركلي مشاعرك على جنب وقيس كل شي بالعقل والمنطق. اشتراكك بقناتي واعجابك بالفيديو تبعي رح يساعدني، فلا تتردد انك تعمل هيك.